يا واهوي يا واهوي. بدأنا ولا ايه؟ احنا بدأنا كده واهوي يا واهوي. المرة الجاية هحط فيه شمعة. كل سنة طيبين. الحاجات دي على فكرة لها تاريخ أقدم مننا احنا بكتير قوي. هنحكي لكم عنها. يعني بدأت بشاير شهر رمضان الكريم الجميل. والواحد بيجي الشهر الكريم ده وتشوفوا. انا هقول لكم حاجه بدايه نكد بس هقول لكم. في رمضان ابويا وقع ومات بعديها بشويه. اخويا مات صغير في رمضان. اخويا التاني مات في رمضان. حمايا مات في رمضان. لكن انا ما اعتبرتش ابدا الحاجات دي ليها علاقه بشهر رمضان، ولذلك لم تؤثر فيه على الاطلاق. لان الناس ايه يقول لك؟ اصل مثلا شهر ابريل دوت مش عارف مات لي فيه 100 ويوم يتعامل مع الشهر يقفله كده. لا، شهر رمضان اكبر من كل الاحداث اللي انا قلتها دي، وشهر رمضان اعظم من كل الاحداث اللي انا قلتها دي. رغم عظم الاحداث بالنسبه لشخصي، لكن هو شهر عظيم بالنسبه لامه المسلمين اللي هي داخله على 2 مليار دلوقتي، وانا منهم. ولذلك انا ياما لا يمكن احس مثلا رمضان داخل. لا 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 خالص. رمضان داخل يعني ايام الخير كلها وايام السعاده. رغم ان انا بقى يعني علاقتي برمضان الحقيقه علاقه مش كويسه خالص. شوفوا انا وانا صغير لما كنت بدات اصوم ما اعرفش اعمل حاجه خالص. مش فاكر قوي ايام الابتدائي واعدادي والحاجات دي. اعتقد رمضان وقتها كان بيجي في الشتاء. بس شوفوا بقى، انا قلت لكم على ابويا يعني ما قال ملك مش عارف ايه. انما افتكر في رمضان، بس افتكر وانا صغير كنا نخرج من اوضه النوم، ابويا يجي بالليل بساعة السحور. السحور دي مثلا كان شتاء، فكان ممكن يبقى سكون الساعه 4 مثلا، ويصحونا واحنا عيال صغيره كده ولازم نقوم نتسحر. وعندنا صاله كبيره في بيتنا في باب الخلق، وكان عندنا ترابيزه سفره، ترابيزه خشب كده مركونه عند الحيطه كده. صاله كبيره فيها طقم اسيوطي كبير وكنبه بلدي ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وتلفزيون لما جيت تلفزيون. لكن الحقيقه، وارجو ان خالتي ليلى ما تزعلش مني او موني اختي، ان السفره دي عمري ما شفت لها كراسي. كانت ترابيزه كده بس، مفيش ولا كرسي. معرفش ايه علاقة الترابيزة دي بان اسمها سفرة. ملهاش كراسي خالص. يعني اوعى تقولي ان كان ليها كرسي هنا ولا هنا، لا، انا عارف اوض البيت كلها ومفيش ولا كرسي. هل هما اتزنقوا مرة مثلا فراحوا بعين الكراسي وخلوا الترابيزة؟ ولا هما اشتروا ترابيزة؟ معرفش. الترابيزة دي علاقتي بيها في حاجتين اساسيتين مهمين جدا. الراجل بتاع العيش يجي جايب العيش على القفص ويقف يخبط على الشقه، شقتنا وشقه الجيران، وجايب لسبته شايلهم كبار كده. وبعد تخرج ماما فاطمه، وتخرج الست الله يرحمها مرات مستشار كبير، قاضي كبير ومحامي كبير قوي، كان يعني اسمه خليل حدايه، كان راجل جميل الله يرحمه. ودي تنقل العيش بتاعها ودي تنقل العيش بتاعها. ياخدوا العيش، امي ماما فاطمه بابا ماما فاطمه تحطه على ترابيزه السفره دي، تفرده كده العيش المفقع وكده، عيش جميل جدا. الموقف الثاني بتاع ترابيزه السفره ان يبقوا طابخين بصاره. والبصاره دي كانت زمان، دلوقتي بيحطوها ويسخنوها ومعرفش بوظوا اخلاقها خالص. البصاره زمان كانت تطبخ وتتغرف في اطباق ويتحط عليها التقليه، البصل ده متحمر ويتحط فوقيها، وتتفرش ترابيزه السفره 20 طبق 30 طبق قد ما تتملي الترابيزه، وخلاص بقى مفيش حله ومفيش حاجه ثانيه، خلاص هم دول الاطباق دول اللي هيتاكلوا. ادي كل علاقتي بترابيزه السفره، انما عمري ما شفت لها كرسي نقعد عليها. ولذلك افتكر في السحور في رمضان ده، انا فاكره كويس، ما اعرفش ليه المشهد ده فاكره كويس، ومش فاكر انه اتكرر. ابويا دخل ودخل المطبخ عمل اكل، وكان هو شاطر في انه يعمل برام الرز وبتاع، وعمل لنا سحور وقعدنا ناكل على الطبليه، اتلمينا كلنا وقعدنا ناكل. ده مشهد فاكره كويس قوي، يعني من مشاهد رمضان. مشهد تاني
وكنت عيل صغير بقى الساعة 12 كده واحدة خلاص بقى تعبت من الصيام يعني. فكنت انزل تحت السرير، انا كنت لسه عندي 7 سنين او اقل كمان او يعني كده، الاقي صينية الكنافة او ايه اقعد اكل منها بس بطريقة ما يبانش ان انا خدت حتة، يعني اخد الفتافيت كده اخد الفتافيت كده من صينية الكنافة. طب صينية الكنافة تحت السرير ليه؟ معرفش ازاي. انا بقى ما كنتش فاكر ان انا هكبر، وفي يوم من الايام حابب احكي الحكايه ديت، كنت سالت ماما فاطمه الله يرحمها ليه كنتوا بتحطوا صينيه الكنافه تحت السرير؟ ماما ما كانش في ثلاجه لسه، لكن كان عندنا سربنتينه، طب ما نحطها على ترابيزه السفره اللي هي ملهاش لازمه دي. والله واضح انهم كانوا بيخبوها لا تخلص. ما اعرفش انا ما انا فاكر، بس خلي بالك في عهد ماما فاطمه وده عهد ما بيتكررش كتير، كان تحت السرير انضف من فوق السرير. يعني البلاط بيعمل كده كل يوم بيدعك بالفرشه وبيتمسح بالفينيك والبتاع والميه، يعني بيبقى زي الفل. لكن صينيه الكنافه انا فاكرها كانت تتحط في البتاع الالومنيوم دي كده، او كانت نحاس كمان، الصينيه كانت نحاس، لان انا فاكر الراجل اللي كان بيبيض النحاس يعني يعمل كده على النحاس، نروح نودي له النحاس يبيضه ويعمل كده قبل ما تطلع الالومنيوم. فأنا فاكر المشاهد دي، وطبعا فاكر في درب سعادة لما كنا في رمضان نمسك الفانوس ونلعب، والحرب أطاليا، في حاجة اسمها حرب أطاليا بتاع كده نقعد نعملها وتولع في صوابعنا، مش عارف، كانت لعبة وحشة جدا. اللي حكت حلوة كانت بتاعة كده طويلة حديدة كده رفيعة جدا وفيها بتاع رمادي كده، دي صواريخ نولعها كده ونعملها كده تبقى جميلة جدا نلعب بيها كويس. أو بس دي مش بتتوفر دايما، لأنها إيه مثلا ايه الخمسه مثلا بتعريف، فتبقى فيها مشكله مش حاجه سهله. انما الحرب الايطالي ده كان شريط كده ونعمل بيه كده وتولع في صوابعنا، ما اعرفش يعني، كانت لعبه غريبه جدا. لا ما تفرقعش، بس تقعدي تعملها زي كبريت كده وبعدين تولع في الاخر، بسيط قوي بس كلها يعني شزرات كده. فافتكر ده كويس جدا في بالخلق في رمضان، ولذلك كنت احب جدا ان انا اروح رمضان في باب الخلة. لكن دلوقتي ما بقتش باب الخلة هي باب الخلة، والناس ما بقتش موجوده، والناس لما بتسيب الاماكن، الاماكن بتبقى حلوه بس بتبقى مكشره، كان الروح اللي فيها راحت، لانه جم ناس تانيه بضاعة تانيه ومسخوا الحكايه، فبقت للاسف ما فيش. يعني ممكن تروح تلاقي المكان موجود، اتغيرت شوية الملامح، لكن العطر اختفى، ولذلك ما بقتش اروح بصراحة. لكن يعني رمضان انا بقى عايز اشتغل معاكم في رمضان ونعمل حاجات حلوة، فبحكي لكم شوية ذكريات. وايه بقى الكنافة دي؟ صينية الكنافة دي طلعت بقى الكنافة دي حاجة اساسية في حياتي انا شخصيا. جزء من رمضان عندي اني صينية الكنافة، في قطايف على عيني وعلى راسي، في بلح الشام، في بتاع اللي في كنافه بالمانجو، كنافه بالفراوله، كنافه بالمهلبيه، يعني ده كله ماليش علاقه بيه. انا لي علاقه بصينيه الكنافه دي، لا فيها كريمه ولا فيها حاجه. صحيح لما رحنا المنيره بقى اتحضرنا جامد جدا، وكانت امي تعمل الكنافه بالكريمه دي، وكانت امي تعمل صينيه كنافه ممتازه بصراحه. لكن انا احب صينيه الكنافه اللي هي ما فيهاش حاجه غير الزبيب، حتى ما بحبهاش من المكسرات. بالزبيب لغايه دلوقتي في رمضان، طبعا من حوالي 3 4 رمضانات كده بدات انا ابتكر ان انا اعمل صينيه الكنافه، والحقيقه حققت فيها انجاز كبير جدا جدا من الفشل. يعني قعدت احاول كده واحاول كده وما فيش فشل ذريع، ما عرفتش اعملها. ليه بقى؟ لان انا يعني للاسف حكايه الرجيم والحاجات السخيفه اللي بنعملها في حياتنا دي، بس هي حاجات صحيه مهمه، ما بحطش بقى زبده ولا بحط سمنه، بحط نقطه زيت واقلل العسل. فيا عم روح بقى الكنافه اللي بتعملها دي ما بقتش كنافه. طب هي ايه اصل الكنافه؟ واقول له احكي لكم اصل الكنافه. انا كنت زمان قريت انه معاويه بن ابي سفيان كان تخين وكان ياكل كتير، مع انه كان فارس وكان مثقف، كان كاتب كتب من كتبة الوحي، لكن جم بقى في رمضان بيجوع بيتجنن
وبعدين بقى حاكم الشام وبعدين بقى امير المؤمنين. فبيقولك ان في طباخ قال لك عشان خاطر نساعد امير المؤمنين انه يعرف يحكم ونخليه ما يجوعش في فتره الصيام، فاخترع له الدقيق اللي بيتعمل زي الشعر، عشان كده سموها كنافه شعر، ويعملوا كده ويديله بقى نص كيلو ولا 2-3 كيلو سمنه و900 كيلو سكر ويبقى اكله تكتمه. فبيقول لك انه في هذا العهد عملوا كده، عملت الكنافه دي. وفي ناس تقول لك لا مش في عهد معاويه، ده في العصر الفاطمي، عشان كل الحلويات اللي عندنا معظمها في العصر الفاطمي. في ناس تقول لك لا ده هي اتعملت بعد معاويه بس برضو في العصر الاموي اتعملت الكنافه. في بقى كنافه يقول لك كنافه النابلسي. ليه بقى بيسموها كنافه النابلسي؟ لان في نابلس في نوع من الجبنه مخصوص، هم هناك بقى بيعملوا كنافه بالجبنه، طبعا في بالحلب بالعسل وكله. فاشتهرت الكنافه النابلسي دي من نابلس. يقول لك لا ده في عهد الاتراك عملوا كنافه، لكني انا ارجح شخصيا ان الكنافه دي اتعملت لمعاويه بن ابي سفيان. لان هي فكرتها انك تجيب دقيق كتير حط فيه سمنه كتير، وده اكل العرب، عسل كتير يعني سكر كتير، فهي دي الطاقه، القوه والطاقه. ولذلك هتلاقي القطايف برضو اتعملت مننا. بس الكنافه دي بيقول لك اسمها ايه بقى؟ اسمها تش نافه. وتشن تشن دي يعني البلبل، وفيه ديت تعني اللون البلبل لونه. فيعني الكنافه اسمها ما تقول تش نافه، ده اسمها القديم بقى تش نافه، يعني لون البلبل، بلبل الابيض الجميل ده. فالكنافه بتبقى كده فعلا، فاسمها اصله كده في المعاجم انها تش نافه. وعايز كان عندي في حد عنده تصحيح او عنده راي اخر يا ريت يقول لي. فده اصل الكلمه تحولت بقى الى كنافه. نفس فكرة القطايف. وكان اليوم مساء في رمضان، انا حكيت لكم الحكايه دي قبل كده بس صح ان انا احكيها. وكنت يمكن المره الثالثه او الخامسه بقابل الفنان الكبير ربنا يديله الصحه ويكون في اكمل حاله وفي اسعد حاله زي ما اسعد الملايين يعني باعماله الجميله عادل امام. فكنت رحت له بعد الفطار في بيته، كان في شارع النخيل، نفس نفس الشارع اللي كان ساكن فيه مؤلفنا الكبير وصديق وحيد حامد، بس عادل جوه شويه كده، ودي الشقه اللي اتجوز فيها. وبعدين نقل بعد كده نادي الصيد، وبعدين طلع من نادي الصيد على المنصوريه، هو حاليا في المنصوريه. فجاب لي طبق حلويات. كنت بقى وقتها الكلام ده كان سنه 87 88 87. أنا عندي عقدة من الفنانين، لا أكل ولا أشرب ولا أي حاجة خالص. يعني أقصى حاجة فنجان قهوة. فكنت رايح أعمل معاه حوار في بيته في حاجة و80. ليه عندك 87. إيه؟ ليه عندك عقدة؟ ما حساس أنا بالحكاية دي، بتقولي ليه عندك عقدة؟ حساس أنا. لأني كنت لما بدأت أشتغل في الصحافة الفنية كنت بسمع كلام كتير على علاقة الفنانين بالصحفيين، وإن ممكن الصحفي يبقى ليه مصلحة مع الفنان والفنان ليه مصلحة مع الصحفي. يعني أنا ما شفتش الحمد لله حاجة بالشكل ده أبدا، لكن كنت بسمع. فالسمع ده كان بيخوفني، فكنت بحاول أعمل حاجة يعني إيه يعني علاقة كده. وفضلت دي علاقتي بمعظم الفنانين كده، يعني لما أروح عند حد أشرب الواجب العادي شاي قهوة خلاص. طب افرض سجايري خلصت، خلاص معيش سجاير مفيش مشكله، ما باخدش حاجه بسجاير من حد. لكن بعد كده بقى لما حصلت صداقه بيني وبين بعضهم قوي، لا كانت ما كانش فيه مشكله وما كانش سجايري تخلص. فالمهم ان عادل امام قدم لي طبق كده فيه كنافه، فيه قطايفايه ملفوفه كده وعليها من فوق حاجه بيضة، يعني هي في الغالب تبقى قشطه. وقدمتها لنا ست زوجة عادل امام الجميلة هالة الشلقاني، وانا عايز اعرف ايه دي. وعادل ياكل حلوة، ولا محمود اقول له حاضر هاكل، انا ما بقولهمش مش هاكل،
عشان ما بقاش قليط. حاضر دلوقتي دلوقتي وبعدين خلاص. انما انا هتجنن عايز اعرف ايه دي. انت سامع تقول لي كنافه بالقطايف قطايف بالقشطه ودي حاجه معروفه؟ لا ما كناش نعرفها خالص. فالتاري فيه ولا فحلواني بقى فتح جديد كان من الشام وجاب القطايف المعموله بالقشطه. انا نزلت بقى لفيت على كل المهندسين معادل في المهندسين لغايه ما لقيتها بنت الايه دي وجبتها. وعلى فكره ما عجبتنيش قوي يعني لما اكلتها يعني كانت لطيفه وكل حاجه بس مش من الحاجات اللي بجيبها يعني. فافتكر القطايف دي ليها وقع. بقول لك القطايف دي يا سيدي بقى كانوا بيعملوها. قال ايه القطايف؟ إيه الاسم ده لان هم كانوا بيقدموها بس ما كانوش بيقفلوها. كانت عجينه كده يعني فطيره كده ويحط عليها المكسرات والعسل بس صغيره قد القطايفايه بالظبط ويقدموها للناس فالناس تقطفها قطف كده تقطفها قطف لانها لذيذه زي ما انت دلوقتي بيجي لك حته البقلاوه والعينات اللي بيبيعوها في المحلات دي تروح واخدها كده. فهم زمان كانوا يمروا على الناس كده فيقطفوها قطف فسميت القطايف عشان حته القطفه دي بتاعتها. في واحد يقول لك لا ده باسم قد قطف عليه يعني تمتع به ممكن تبقى تمشي كده في اللغه. فهي حاله متعه فعلا القطايف بتعمل بهجه لما تاكل قطايفايه كده محمشه كده وعليها العسل وجواها شويه مكسرات حلوه يا سلام لو زبيب بس وتاكلها كده بتبقى حاجه فعلا ممتعه جدا. فده برضو اصل القطايف مش تبقى عارف القطايف. اما القطايف مش زي الكنافه محدش عارف قوي اتعملت امتى بس يعني برضو نروح للعصر الفاطمي ممكن نروح للعصر الاموي ممكن. العصر الاموي ده بدا من معاويه بن ابي سفيان يعني تقدر تقول سنه 40 هجري وامتد لغايه سنه 100 حاجه و30 32 33 هجري. بقول لك ان في اواخر العصر الهجري ده اتعملت القطايف دي. او يقول لك لا سليمان بن عبد الملك وسليمان ده كان حاكم مهم جدا بالنسبه لنا هنبقى نحكي لكم عنه ان شاء الله لان هو ده اللي كتب ورقه وقال للوزير بتاعه وقال له يوافقوا عليها المسلمين بره يخرجوا يبيعوا على ما اقريت. وكان ده عمر بن عبد العزيز اللي هو حكم من 99 هجري ل 101 وقتلوه اهله قتلوه عشان حكم بالعدل. فعشان كده يا عمنا سليمان ده وهشام دول مهمين جدا في تاريخنا في تاريخ الدوله الامويه. فده سنه 98 هجري ممكن تبقى القطايف في الفتره دي وممكن تبقى في فتره لاحقه في عصر الاتراك. يفضل الفانوس بقى فانوس رمضان ده اللي احنا كلنا بنشتريه وريت نحافظ على الشكل ده يعني. وان كان دلوقتي الحمد لله رجعت الاشكال ترجع تاخد شكلنا وعادتنا مش عشان حاجه عشان الفانوس ده ليه حكايات كتير قوي. يعني مثلا ايه يقول لك ايه ده في اللغه كلمه فانوس يعني في اللغه اللي هي اليونانيه القديمه وحاجه زي كده الفانوس ده يعني وسيله للاضاءه. طب في اللغه بتاعتنا ايوه يقول لك في بعض المراجع سموه النمام. نمام قال لك ايوه لان الناس تمشي بيه بالليل تنور كده فهو بينم عن الشخص ده بيورينا الشخص. ما انت بالليل مش شايف حاجه خالص ما ضلمه كحل. هو تفتكر ليلهم كان زي ليلنا ضلمه كحل. فبداوا بعضهم يقول في عصر احد الخلفاء الفاطميين قال لك ننور الشوارع فعملوا الفانوس ده. بعضهم يقول لك لا ده الستات كانت في بعض العصور ما تخرجش في رمضان الا بالليل عشان ما حدش يشوفهم. فطب تخرج ازاي بالليل؟ يجيبوا لها ولد من العبيد بقى والشغالين عندهم ويمشي قدامها بايه؟ باللمبه كده عشان الناس اللي ماشيه في الشارع تعرف ان في ست ماشيه فيداروا ادبا يختفوا من الشارع. الشارع كله كده ده نظام الدوله كده. ويقول لك لا ده هم سنوروا الشوارع بالليل في فتره يمكن تعود للحاكم بامر الله وبعض غيره يعني ان هم نوروا الشوارع فعملوا الفوانيس دي. وفي حد يقول لك لا ده اصل المعز لما جه مصر في اول دخول له دخل في رمضان ودخل بالليل
فالمصريين عشان يحتفلوا بيه كانوا مستنيينه، راحوا جايبين خشبة كده أو حتة أي حاجة وحطوا عليها شمعة ونوروا الطريق بتاع المعز لدين الله الفاطمي. ومن هنا بدأت تظهر فكرة عمك النمام ده، اللي هو ولا نمام ولا أي حاجة خالص، بس لكن في بعض المراجع يقولك النمام ده حاجة زي كده. وبعدين بعد كده الناس بقت تخرج صبح وبالليل، والستات تخرج صبح وبالليل وليل وليل وكل حاجة، لكن فضلت العادة. شوف بقى لما حد يسألك عن الفانوس ده تقول له ده فانوس رمضان، يقول لك يعني ايه فانوس رمضان؟ يعني ده مكتوب في السنة مثلا؟ تقول له لا مفيش كلام من ده. تقول له مثلا قال عليه الإمام الشافعي؟ يقول له لا لا لا، ده أتاري ليه حكايات ليها علاقة بالتسلسل الخاص بالإنسانية بالبني أدمين. يعني ليه؟ شوف أنا حكيت لكم كم حكاية تخص الفانوس، إنه ممكن يكونوا كانوا بينوروا الشوارع الضلمة، وفي فترات قال لك الحاكم بأمر الله أو غيره من الحكام إنه اشتغلوا بالليل ما تشتغلوش الصبح، فنوروا الشوارع. من هنا جه الفانوس. فانوس جه كده لأن الستات ما بتخرجش غير بالليل، فيقول لك الله، هو كان في فترة الستات ما تخرجش غير بالليل؟ أيوه يا عم، لا ده كان فترة الستات ما بتخرجش خالص. فيبقى الناس فاهمة، تبقى تقدر تعرف من خلال الفانوس ده حكايات كتيرة جدا جدا في حياتنا احنا ما ناخدش بالنا منها. هو مهم ان احنا نعرفها، اظن انه مهم عشان نعرف احنا فين وكنا فين، وعشان نقدر نشوف احنا ممكن نروح فين غير ان احنا نروح الاسم، يعني نروح اي حاجة تانية غير ان احنا نروح الاسم. بس يا سيدي، فادي بقى معلومات طفيفة كده عن التشنافة كنافة وعن القطايف، وبنبدأ بداية كده بنقول لكم كل سنة طيبين ورمضان كريم، و هستدعي معاكم ذكريات في رمضان. يعني انا كان حظي كويس ان كنت بروح اماكن دينيه كتير في شبابي، لما كبرت ما بقتش اروح لان بقت عندي بتجيلي حاجات في الكتب بقى خلاص، وفي التلفزيونات وفي البرامج وفي الحاجات دي كلها. يعني متهيألي هقول لك حاجة في آية الكرسي يمكن ما تاخدش بالك منها. ليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ وليه وهو العلي العظيم؟ يعني بدأ الآية بالحي القيوم وتنتهي به وهو العلي العظيم. 50 كلمة لكن فيهم أسرار الدنيا كلها وأضواء الآخرة. لما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هل تعلم أن الله يرد عليك؟ وهي نعم، هكذا جاءت الأحاديث. طب بيرد عليك يقول لك إيه؟ هنقول لك يعني كما تعلمنا. هنقول لك كمان مين أول واحد دخل الكعبة وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. مين أول واحد لبى؟ طب مين أول واحد قعد في وسط الكفار في عند الحرم وقرى القرآن، قرى سورة الرحمن؟ طب مين أول واحد رمسها؟ أول دماء يعني أريقت دفاعا عن الإسلام، مين اللي عمل الحكاية دي؟ ومين أخوه الصغير اللي عيط عشان يستشهد؟ مين ولاد وقاص دول؟ يعني مين؟ سعد وعمير. وهنقول لك مين أول معارض في الإسلام، وهقول لك كمان هل سمعت الله وهو يقول لك أول آيات سورة البقرة؟ عشان لما يبقى عندك أي تساؤل هتقول لي إيه الآيات، هقول لك بص فيها أول آيات في سورة البقرة، الاتفاق، الوثيقة، العقد. إيه العقد اللي بينك وبين الله؟ الذين يؤمنون بالغيب. ده بقى إن شاء الله هنتكلم عليه واحدة واحدة واحدة، اللي هنقوله قابل للتعديل وقابل للتغيير وقابل
للتوقف واستبداله طالما انتوا يعني في حاجات حاسين ان انا اتكلم فيها احسن من حاجة تانية. يعني اللي هقوله يعني ينتظر منكم مراجعة. مش هعمل حاجات طويلة، هعمل حاجات قصيرة، لكن هحاول بقدر المستطاع انه يكون ليها معنى. من الرجل الذي كان يحمل في يديه طول الوقت نعل الرسول وسادة الرسول سواك الرسول؟ مين هو؟ طبعا هتفتحوا بسرعة وتجيبوه، هاتوه ابن أم عبد.